نوها، حابة أسألك دلوقتي بقى عن انت تعتبري اول سيدة واصغر كمان سيدة تدخل مجال الدولي في لعبة الرماية. حابة أسألك بقى عن مجال التحكيم الدولي، ايه هي بتكون مهام الحكم الدولي وبناء على ايه بيختاروه؟ هو طبعا مجال التحكيم ده انا شايفه من وجهه نظري انه اصعب من اللعب، لان طبعا اذا كان اللاعب هو بيتحكم في السلاح بتاعه او الذخيره، فالحكم بيتحكم في كذا لاعب بالسلاح بتاعهم الذخيره، وتطبيق عنصر الامن اللي هو في مقدمه القانون الدولي للاتحاد الدولي. تمام. فانا شايفه طبعا ان التحكيم محتاج قوه وصرامه وسرعه في القرار، لان طبعا مجال الرمايه بيبقى فيه اسلحه وكده، فمش مجال وكده الخطا. فانا شايفه ان مهنه الحكم بتكون اقوى واصعب من اللاعب. بس لما اعتقد برضو بتبقى يعني الشروط او الاجراءات اللي بتاخدوها في اي بطوله بتكون يعني واضحه، وهو كلاعب برضو عارف مهامه ايه او دوره ايه. أكيد. يعني مثلا هل بيدخل البطوله بيبقى مثلا في رولز معينه بيعملها البندقيه، الخرطوش في مثلا، مقاسات مش معينه، يعني في لجنه لفحص المعدات دي في التحكيم، في لجنه، وانا يعني الحمد لله شرفت ان انا اكون رئيس للجنه لفحص المعدات في كذا بطوله في الافريقيه وبطوله العربيه. دي طبعا عشان المقاسات بتاعه الاسلحه، وفي لبس معين للرمايه برضو لازم يكون ليه مواصفات معينه، فطبعا دي بتخضع للجنه فحص المعدات اللي هي في البطوله، سواء بقى كانت اسلحه او معدات للعب. طبعا يعني احنا المفروض ان اللعيبه على درايه بالقوانين دي والمقاسات، بس طبعا المقاسات بتتغير مع تغير مثلا حجم اللاعب، شويه بيحاول يغير في المقاسات، فطبعا بتبقى فرق سنتي او 2 سنتي، فده برضو بيبقى تحت اشراف الحكام ولجنه فحص المعدات. حلو جدا.